كوكو، السلام عليكم. ميني فلوغ. المهم اول مره غنجرب معكم ميني فلوغ. كنتمنى يعيش بكم. قررت نديرو معكم في هاد البلاصه في مدينه العين. شنو سميتها معرض الزهور. الصراحه داروا واحد المعرض اللي زوين، اللي غادي يبقى حتى النهايه ديال شهر 3. زوين بزاف، كيطلعوا فيه التصاور واعرين لي فيديو مع الشميشه والورد والمناظر وداك الشيء. المهم كنتمنى يعجبكم الفيديو، خليكم معايا. المهم هنايا داين بحال دي بتيت كافيه، وهاد البلاصه هادي دايرين فيها بلاصه، هاد البلاصه هادي دايرين فيها بلاصه، المهم فهمتوني ياكو. هاد البلاصه هادي دايرين فيها اكلات شعبيه اماراتيه. المهم بعد ما سالينا التصوير وسالينا الدوران في داك البلاصه هادي واكتشفناها كامله كامله، هي اصلا صراحه مش مساحه كبيره، هكا واحد لي سباس هذا اللي داروا فيه الازهار، وكانت فكره صراحه اللي زوينه بزاف. المهم نرجع لكم الموضوع، رجعنا وبغينا ناخذ اللقيمات وهادشي اللي كاين. صافي غادي نختم معكم الفلوق بعرض الازياء. المهم نشوفكم فيديو جديد، باي.